نمشيو خطوة خطوة، ما نقدروش مش في النهار واحد خطوة. أين نحن؟ أين كنا؟ أين نحن؟ إذا كان ضمن هذه الندوة حبينا نكون مدينة ذكية. لا تزال الجزائر متأخرة في مجال التكنولوجيا والرقمنة كما جاء على لسان الوزير الأول، لكنها تعمل على تدارك ما فات من خلال فتح المجال أمام المؤسسات الناشئة واستقطاب الأدمغة المهاجرة. حوالي 3000 مشارك بينهم 160 خبيراً في مجال التكنولوجيا و15 منظمة دولية حضروا قمة الجزائر حول المدن الذكية. فهل يمكن بلوغ الهدف؟ قدر نحقه ولكن بتوفير شروط. الشرط الأول إرادة سياسية حقيقية، ندير فوق حقيقية سطر. هذه التكنولوجيات وهذا الرقمنة ماشي غير وسيلة عمل، وسيلة حياة الناس يتعيش بها درك. أعتقد أن الجزائر في وضع متقدم للقيام بذلك، وهي ليست مطالبة بالالتزام بتجارب الدول الغربية، بل عليها التعلم بخوض تجربتها الخاصة. أعتقد أنه بإمكان الجزائر القيام بذلك. المؤسسات الناشئة مستعدة لبلوغ الهدف، مشاريع طموحة بحاجة إلى الدعم. مي اللي قلنا يعاونونا في الاستيراد السلعه، اللي يعاونونا في الامكانيات، هذه هي اللي نتمنوها احنا ان شاء الله لبلادنا ولشعبنا. بور اكزامبل لو ستون تاع سمارت سيتي هنايا فيها دو ستارت ابس وين جدد من بروجي سمارت سيتي، اي سي دي ستارت اب كي سون او نيفو تاع لي ميور ستارت اب اوتور دو موند كي جو كومبار. وهذا كان ممكن اللي كنا كيما درنا لا استراتيجي تاع كوا ترافاي sur quoi travailler, avec quelle technologie, avec quel modèle, comment les employer, comment les déployer. Nous avons une smart city en progressif. Et quand on avance, on développe d'autres choses aussi qui sont mises en place. Donc c'est la stratégie de la smart city. وبين تفاؤل الحكومة وإرادتها بلوغ الهدف لتخفيف الأعباء وما هو موجود على أرض الواقع، يبقى التحاق الجزائر بركب الدول التي تعتمد على نظام المدن الذكية مرهون باستراتيجية حقيقية تعكس هذه الإرادة.